علي الهمة يا رجالة فيكم. يلا يا رجالة شد حيلكم. يلا يا اخوان هو بقى. يلا كمان. همكم معايا. ايه يلا. يلا زقوا شوية. بالشكل ده مش هنوصل ابدا. ده انتوا حاجة شرق خالص. ايه ده؟ بقى بالذمة ده كلام؟ اول ما ركبنا شربت شاي ومرة تركب الاستبن وقاعدين يزقك. وهنزقك لغاية فين؟ لغاية مصر ان شاء الله ولا ايه؟ يا سلام على بني ادم. محدش يحمد ربنا ابدا. والله احنا نظرنا كده. مستعجلة دور على العربية تاني. طبعا ما انت قابض اجرتك مقدما. اتفضلي ادي فلوسك اهي وادي شنطتك كمان. وريني بقى هتوصلي ازاي. طيب على مين برضو حوصل قبل منك. ليه بقى؟ ده عربيه ميري وما اقدرش. انت عايزه توديني في داهيه؟ في ايه يا محمود؟ حضرتك مين يا فندم؟ عايزه تنزل مصر. استنى انت. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير. انا عايزه انزل معاكم مصر. وانا اسف جدا. ليه؟ لان ممنوع نركب معانا مدنيين في عربيات الجيش. ممنوع اللوائح كده. بقى بذمتك يا كابتن يرضيك تسيب واحده ست واقفه في الهو ده كله لوحدها؟ وانت يرضيك يعني يا استهانم ان انا اخد جزا من تحت راسك؟ الجيش اوامره بس واحنا لازم ننفذ الاوامر. انا متاسف قوي. يعني مفيش فايده؟ مفيش فايده. شوف بقى. الله. طب وايد زوم بس. طب هاتي ايدك يا ستي. جزا اتفضلي يا كابتن. ايوه الشنطه بتاعتي. هات الشنطه يا محمود واطلع بينا. ايه عمرك ما شفت بنات قبل كده؟ شفت كتير لكن بالحلاوه دي ما شفتش. ميرسي. حضرتك طالبة في الجامعة؟ لا. تبقى لسه في ثانوي. ها معقولة؟ ايه هي فزورة ولا ايه؟ لا انا اصلي بشتغل. بتشتغلي فين؟ في فرقة فنون شعبية للرقص. انت رقصة؟ ايوه. تعرفي انا طول عمري نفسي اقابل رقصة. ده انا بحب الرقص الشعبي قوي. لو كنت متضايقة ارجع مكاني تاني. لا ابدا. بس انت كده بوظت اللوائح خالص. ما خلاص بقى جزا وحبس. تعرفني دمك خفيف قوي. ما انا عارفه.
كنت بتعملي ايه في السويس؟ كنت بزور اهلي. بس السويس فاضيه. اصل والدي ووالدتي مدفونين هناك. اه انت من السويس؟ كنا عايشين فيها بس بعد الحرب عشت في مصر مع مدام نعيمه. مين مدام نعيمه دي؟ دي مديره الفرقه. بس ربنا ما يوريك، ست صعبه قوي. ويا ترى ترقصي حلو زي ما انت حلوه كده؟ تعالى وشوف. هي خساره. ليه؟ اصلي معزوم النهارده عند عمي وبكره راجع الجبهه على طول، لكن اوعدك اول لما انزل اجازه هاجيلك، بس مش عشان اشوف البروجرام. امال ليه؟ عشان اشوفك انت. اه ايه معجب؟ في الحقيقه ايوه. معاكي صوره؟ في الحقيقه لا. يا خساره. اه افتكرت، خد دي على فكره بتجيب الحظ، وعشان ما تنساش تيجي تتفرج. انسى ازاي وانا هاخد جيزه؟ لا يمكن دي تبقى بروفة فرقة مدام نعيمة. بفضيحة هرجلة. أنا مش فاهمة إمتى هتقدروا تظبطوا الخطوة؟ بعد المتفرجين ما يضحكوا عليكم؟ أنا عايزة العرض في منتهى الإتقان. مفهوم؟ مفهوم يا مدام. أي واحدة ناوية تهرجل مش هتستنى معانا. فرقة مدام نعيمة لها كيانها، لازم تحافظ على اسمها. مفهوم؟ مفهوم يا مدام. مدام نعيمة لو سمحتي. أيوة. صفاء صفاء، هي عايزة اتأخرت ليه؟ معرفش. ايه عزة؟ ايه اللي أخرك كده؟ بعدين يا صفاء بعدين؟ ايه هو اللي بعدين؟ اسكتي بقى. الحمد لله على السلامة يا ست عزة. ميرسي يا مدام. انا ساعه ما سمحت لك انك تروحي السويس كان على اساس انك ترجعي قبل بروفه الفرقه مش بعدها. اسفه يا مدام. مش عايز اسمع اي اعذار. اي تاخير عن البروفات هيتحسب عليكي. حاضر يا مدام. حاضر يا مدام. انا عايزه العرض النهارده عرض كويس. احنا فرقه رقص ايقاعي مش كباريه. مفهوم؟ مفهوم يا مدام. يلا يلا يلا. شش. هي ما قلتليش ايه اللي اخرك كده؟ ما انت عارفه يا صافي المواصلات شكلها ايه؟ تقومي تتاخري كده؟ ده لولا كان زماني لسه ما جيتش. هو مين؟ ظابط ابن حلال وصلني. حلوة؟ حلوة بس؟ وهيكون ايه تاني؟ يعني ما حصلش نظرات، ابتسامات، كلمات. اخس عليك يا صافي، هو انا بتاعت كده؟ بقول يعني اذا كان ظابط حلوة ومسمسم. انا ما قلتش مسمسم دي. انا قلت حلوة وبس. وعزمتي يجي المسرح؟ قال لي كان نفسه يجي. بس يا خسارة، معزوم الليلة عند عم. اجازتك قد ايه المرة دي؟ 48 ساعة ابتداء من بكرة الصبح. يعني تلحق تشوف والدتك في الفيوم؟ راحت الطبيعة. اصلا سألتني عنك. هي كمان وحشتني اوي. انت كده زنقت نفسك. كشي ملك، ما قلتليش هتروح تشوفها؟ ضروري هروح لها. ما تنساش تسلم لي عليها. ان شاء الله. تبقى طبيت كشي ملك. تعرف انها حلوه قوي. هي مين؟ اللعبه. لا انت المره دي مش عاجبني ابدا. انا في حاجه شغلاك سياده اللواء. ايوه محروس. المكتب عايز سيادتك على التليفون. طيب على اذنك.
اتفضل يا عمي. مالك بتبص لي كده ليه؟ عمرك ما شفت بنات قبل كده؟ في الحقيقة شفت كتير، لكن بالحلاوة دي ما شفتش. معجب؟ طبعا. قولي لي، معاكي صورة؟ لا. افتكرت. خد دي. دي بتجيب الحلاوة. نعم. جاوب عشان الله. صافي انت جاوبي لحالك. الله. الجواب ده بتاع مين؟ انا بقول الجواب ده بتاع مين؟ إذا ما اعترفتش صاحبة الجواب هخصم يومين من كل الفرقة. صافي، لا، الجواب ده بتاعي أنا. يعني بتعترفي؟ اقريه. ميرسي. بصوت عالي. مدام نعيم. أنا بقول بصوت عالي. كان لازم اشوفك مره تانيه، لو قدرت اقابلك بكره هكون اسعد انسان في الدنيا. ما شاء الله، ظريف قوي الجواب ده. ده بس من ذوقك يا مدام. دي قله ادب، مسخره، وناويه تردي عليه؟ طبعا. اللي تشوفي حضرتك. لازم تردي. وقدامي. عودي. حضرة الأستاذ المحترم، خليك محترم أحسن، وخلي دعوتك لنفسك. اتفضل.
خلي يا بيه. كابتن عمرو، كابتن عمرو، الحمد لله اني لحقتك يا فندم. عزة بعتني عشان اعتذر لك، اصل مش هي اللي كتبت الكلام ده. امال مين؟ مدام نعيمة، هي اللي اضطرتها تكتب لك كده. يعني ممكن اقابلها؟ امال هي بعتني ليه؟ امتى وفين؟ بكره الساعة 10 كويس؟ في السي هورس؟ الساعة 10؟ في السي هورس. تمام يا فندم. متأسف يا فندم. آسف. صباح الخير. صباح الخير. أنا آسفة قوي، أصل المواصلات عطلتني. معلش، حصل خير. اتفضلي. ايس كريم؟ ايس كريم. اتنين ايس كريم. حاضر. الساعة معاك كام دلوقتي؟ اسف يا نجوى. اظن هتقول المواصلات عطلتني. برضه هو كمان مواصلات. كنت عايز تقول ايه؟ انت كنت هتقول ايه؟ قول انت الاول. لا، الستات الاول. اصل ما كنتش فاكره انك هتقدر تيجي المسرح. اصل الحقيقه لما روحت بعد ما وصلتك ما كنتش فاكر حاجه عنك غير انك بنت حلوه وجميله، لكن شكلك، تقطيعك، لون عينيكي كنت ناسيه، فكان لازم اشوفك تاني. طب دلوقتي ديك شفتني كويس، يا ترى برضه هتنساني؟ معقول انسى اجمل واحده شفتها في حياتي؟ قصدك تقول انك معرفتش بنات قبل كده؟ كله لدي بقى. طبعا عرفت، بس معرفتش حد زيك، لان حياتي كلها في الجبهة. وقبل كده؟ في الكلية والاجازات مع والدتي. صدقيني، اصل والدي توفى وانا صغير وكان لازم اراعي والدتي. انت عارفة كل واحد بيمر في حياته بظروف وبيضطر معاها. عشت حياتي كلها في الجبهة، بنزل 4 أيام أجازة في الشهر بقضيهم مع والدتي في الفيوم. لكن أنا كلمتك عن حياتي كلها وأنت ما قلتليش حاجة عنك. أنا من السويس، كنت عايشة مع والدي ووالدتي. أصل بابا كان دكتور وكان عنده مستشفى. كان عنده مستشفى؟ يعني هي عيادة كبيرة شوية، كان بيعالج فيها الناس الفقراء. كنا عايشين في منتهى السعادة لغاية لما عرفت معنى الخوف، وفجأة لقيت الدنيا كلها سودت في عينيا. وجيت مصر واديني عايشة. أنا آسفة يا عزة، كان نفسي لقائنا الأولاني يتم من غير دموع. أرجو إن دي تكون آخر دمعة في حياتك.
الساعة 5. الوقت جري بسرعة، لازم أمشي. قولي لي بقى، قابلتيه؟ وعملتوا ايه؟ كلمنا والله العظيم ألف نهار أبيض. المهم قلتوا ايه؟ يوه، حاجات كتير كتير قوي. حاسس اني بعرفه من زمان قوي، وهو كمان قال لي وقال لي يا كل ده قالهولك. المهم هتقابليه انت. هو طلب مني النهارده اقابله بعد المسرح وانا رفضت. رفضتي؟ طبعا في خيبتك. لا، ما هو اصل النهارده عزمت على المسرح اهو كده، وكمان بكره اجازه الفرقه، هنقضي طول اليوم مع بعض. انا بحس معاه بامان، براحه، بحب. ما كنتش نازل اول امبارح مصر، لكن حظي الحلو خلاني قبلك. وانا لو ما كانش سواق التاكسي زرجن ما كنتش شفتك. اي خدمه تانية؟ لا متشكر. عزه، انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت غامضه قوي كده ليه؟ ازاي؟ مش عارف، شكلك، عينيكي، زي اللي مش متوقع اي سعاده في الدنيا. الحياة علمتني حاجات كتير قوي. خليكي متفائلة، الأيام الحلوة جاية كتير. والدتي كانت عايزاني أدخل كلية الهندسة. وبعدين؟ عمي مراد صمم إن أنا أدخل الكلية الحربية. طب وأنت كنت عايز إيه؟ أنا في الحقيقة كنت محتار. ليه؟ يعني مش عايز أزعل والدتي، وفي نفس الوقت مش عايز ازعل عمي. اديك زعلت مامتك اهو. العكس، بعد كده فرحت قوي. المزيكا دي حلوه قوي. تحبي ترقصي؟ يلا بينا. هما ليه عملوا الحرب؟ عشان نتقابل انا وانتي. لولاها كنت فضلت انتي في السويس وانا في الفيوم. شفتي بقى؟ عشان كده انا بحب الحرب. بس انا بكرهها.
لانها اخذت مني كل حاجه حلوه في حياتي، اخذت بيتنا وسابتني لوحدي، حتى انت هتسافر بكره وتسيبني. انا عمري ما هسيبك ابدا، خلي بالك انا سايب لك عناية بتراقبك وقلبي بيحميكي. انت ساكن هنا وانت مسافر بكرة؟ ايوه. كنت هتقولي ايه؟ كنت هقولك خلي بالك من نفسك يا عمر، طول ما دي معايا ما تخافيش عليا. هتوحشيني يا عزة. وانت كمان. بلاش يا عزة، دموعي غالية أوي. هستناك يا عمر. هرجع لك قريب يا عزة. إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. ممكن اعرف كنت فين لحد دلوقتي؟ على كل حال هما كلمتين اتنين وبس هقولهم لك. الفرقة دي سمعتها من سمعة البنات اللي فيها. يا مدام نعم، مفيش بنت كويسة ترجع في ساعة زي دي. انا ما عملتش حاجه غلط علشان حضرتك تقولي لي كده. لازم تفهمي ان ده اخر انذار هقولهولك. اذا ما كانش عاجبك النظام بتاعنا مفيش داعي انك تتعبين، مفهوم؟ اتفضلي على اوضتك. اتفضلي اتفضلي. ايه حصل؟ الحقيقه اتاخرت قوي. طب وفيها ايه؟ مني زي ما كل حاجة حلوة ضاعت مني، خايفة من أيام وخايفة من بكرة، خايفة أوي. الله، انت هتفضلي كده يا عزة طول النهار؟ يلا البسي هدومك قبل ما دام نعيمة مصطب علينا زي القدر من ساعتك. وبعدين معاك يا عزة، هو مش امبارح قال لك ان اجازته كمان شهر وأول ما هيجي هيشوف بيتي؟ يلا يا حبيبي اغسلي وشك وغيري هدومك. يلا نام. هو اللي قال لي كده. عزة عزة، ليه يا عزة؟ حضرتك كده؟ لا طبعا ما حصلش.
لا ما سافرتش. اوعى تكون هربت من الجيش. عارف كده. انا خدت اجازه 4 ايام. ليه؟ عشان نتجوز. انا قعدت طول الليل افكر وخلاص وصلت للقرار ده. بس انت ما تعرفنيش كويس. قدامنا العمر كله نعرف بعض. بس يا عمر اصل مفيش بس ولا حاجه. دي اوامر. ثم لسه قدامنا حاجات كتير. لازم نفوت على عمي عشان نقوله. وبعدين هتكلم والدتي في الفيوم عشان تعرف. وبعدين لسه في حاجات كتير لازم نشتريها. على فكره يا عزه انت بتحبيني؟ وموافقه تتجوزيني؟ اه. طب يلا بينا بسرعه. خد البقى يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. هو حضرتك عمي؟ عمي 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 فين يا محروس؟ سياده اللواء راح مكتبه من بدري يا فندم. راح مكتبه؟ يلا بينا يا عز. تحب ابلغه حاجه يا فندم؟ لا انا رايح. هقابل عمي وارجع لك حالا. طيب. على فكره انا نسيت اسالك، انت اسمك عزه ايه؟ عزه عز الدين من السويس، عمري 21 سنه وبحبك. عزه عز الدين. سياده اللي هو موجود؟ دقيقه سياده النقيب. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. التقارير دي عايزه تكون جاهزه عندي الساعه 2000 بالظبط. تمام يا فندم. اتفضل. اتفضل. صباح الخير يا فندم. ايوه حضرتك النقيب. في ايه؟ في موضوع يا فندم كنت عايز اخد راي سيادتك فيه. رسمي ولا شخصي؟ شخصي يا فندم. طب ما دام شخصي يقعد بقى يا عمرو. متشكر يا عم. سيجاره يا عمرو؟ لا متشكر. بلغني انك مديت الاجازه بتاعتك كمان 4 ايام. مظبوط. يا ترى ده له علاقه بالموضوع اللي عايز تكلمني فيه؟ ايوه يا عمي. انا قررت اني اتجوز. تتجوز؟ كده فجأة؟ لا يا عمي مش فجأة. ده انا من امبارح وانا عمال افكر. اصل يوم ما قابلتها وانا نازل من السويس. لا قصدي اول امبارح لما كنا بنتغدى مع بعض في السي هورس. لا 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 ده مش اول امبارح، ده امبارح امبارح. ايوه بالظبط امبارح. انا وهي كنا بنتكلم وحتى هي كمان كان من رايها ان احنا الاثنين لازم هي دي تطلع مين؟ عزه. عزه عز الدين. عزه عز الدين. عزه عز الدين. عزه من عيلة عز الدين اللي في الفيوم؟ لا 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 من السويس. سويس. سويس دي انا خدمت فيها 10 سنين وانا صغير. اعرف عائلتها عيلة عيلة. ايه اللي والدها اسمه عز الدين ايه؟ الحقيقة ما سألتش يا فندم. طيب ما قابلتش مثلا والدها، والدتها، حد من اهلها؟ لا كلهم ماتوا في الحرب. ما فضلهاش حد في الدنيا. امال عايشة مع مين؟ عايشة ازاي؟ بتشتغل يا عم. كويس قوي. بتشتغل ايه؟ راقصة. ايه؟ راقصة؟ ايوه يعني راقصة فنون شعبية. باليه تقريبا. راقصة. ما تصورش يا عمي عزة دي بالنسبة لي تبقى ايه؟ انسانة طاهرة وشريفة. راقصة. أنا لسه فاكر سيادتك لما كنت بتقول لي دايما مش مهم الحسب والنسب، المهم الإنسان يكون نفسه كويس
وعزة دي. اسمع يا حضرة النقيب. ايوه يا فندم. تعال هنا. تمام يا فندم. حلوة يا فندم. رد يا حضرة النقيب. حلوة. أمر يا فندم. بتحبك؟ أيوة يا فندم. وأنت بتحبها؟ بموت فيها يا فندم. أنا كمان متهيألي إني أحبها أوي. قصدك يا فندم تقول يا فندم إنك موافق يا فندم؟ ألف مبروك يا عم. متشكر أوي يا عمي، واعتبر نفسك الشاهد الأول على الجواز. اطلع يا اسطى. على فين؟ على اجمل فستان فرح في مصر. مبروك يا عزة. 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 يا عزة.
نخرج نص ساعة أرجع لقيكم قلبينها كباري. إيه اللي كنت لابساه ده؟ هي أفتح قبال عندك بقى عايزة هتتجوزي. عمالك يا مدام، عمالك يا مدام. وهتتجوزي إمتى؟ بكرة يا مدام. يعني مش النهارده؟ يبقى بكره نقول لك مبروك. يلا يا بنات ميعاد المسرح قرب، يلا بسرعه. انسه عزه، في تليفون علشانك يا انسه عزه. انت عمر الو؟ ايوه يا عمر، دقيقه واحده. ايوه دلوقتي.
طبعا يا حالة. عزة أفندم رايحة فين؟ أطلع أمر إن سفر جبهة دلوقتي ولازم أشوفه. أعملي حسابك لو خرجت من هنا دلوقتي ما ترجعيش تاني. الله مالك يا عزة؟ كان نفسي أقوله مع السلامة، كان نفسي أودعه، لكن لما وصلت المحطة كان القطر مشي. يعني ما شفتهوش؟ لا، حط من بعيد وبس. ولا يهمك يا عزة، بكرة يرجع لك بالسلامة. في عزة؟ إيه اللي رجعك تاني؟
والنبي يا مدام نعيمة تسيبي عزة في حالها. أنا حسيبها خالص. أنا حذرتك قبل كده ودلوقتي ملكيش مكان في فرقتي. هي عملت إيه بس يا مدام؟ بتردي عليا يا صفاء؟ عزة ما عمليش حاجة غلط عشان تطرديها. كلمة واحدة بعد كده هتحصليها انت كمان. يا مدام حرام عليكي، عزة وعمر بيحبوا بعض وحيتجوزوا. حيتجوزوا؟ وما اتجوزكيش ليه يا أنسة قبل ما يسافر؟ أصلي سافر وجه فجأة وغصب عنه. كل البنات اللي وقعوا في الغلط قالوا نفس الكلام. لمي حاجاتك وتفضلي برا. انت ايه؟ ما عندكيش قلب؟ حرام عليك تعملي فيها كده. ده احنا بشر يا مدام نعيمة، منحس ونحب ونتألم. صفاء عيب كده اسكتي. انا مش هسكت ابدا. لازم كل بنت في الفرقة تفهم هي ايه. انت عمرك ما عرفت الحب ولا هتعرفيه ابدا. انت بتكرهينا كلنا عشان بتكرهي نفسك، وعايزانا كلنا نقعد جنبك لحد ما يفوتنا القطر ونبقى عواني زيك، مش كده؟ خلاصي من بكرة مش عايزة اشوف وشك لامتي ولا عزة في الفرقة. نادية. ايوة يا مدام. قولي الاستاذ عمار يشوف لنا اتنين غيرهم. بالشكل ده نبقى خالصين بحساب الاسبوعين اللي فاتوا. وادي الفاتورة يا مدام نعيم. ميرسي قوي. بخير يا صاحبي. انا زعلانة قوي، هتوحشينا قوي يا صاحبي. ميرسي قوي. شوف وشك بخير يا صفاء. ميرسي. خلي دول معاكي لغايه ما تلاقي شغل. شكرا قوي يا نادية، انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. يلا يا بنات عشان نسلم على العز. باي باي يا صاحبي. مع السلامة. باي باي. مع السلامة. خمسة جنيه هي برضه تنفع. شوف وشك بخير يا عز. مع السلامة. هتوحشينا قوي يا عز. انتوا كلكم هتوحشوني قوي. خلي بالك من نفسك. هتوحشينا قوي يا عز. هتوحشينا قوي يا حبيبتي. نشوف وشك بخير. والنبي مش كده، فضلنا الحين على مدام نعيمة مفيش فايدة أبدا أبدا. ميرسي يا ناتي. معلش. ربنا معاكي. يلا يا بنات يلا احنا مدام نعيمة. باي باي يا عز. شهادات خبرة؟ الحقيقة مفيش. لكن ممكن نجيب لك يا أستاذ. بتكتبه مكنة؟ لا، لكن ممكن تتعلم. طب واللغات؟ اهدي بقى ايدك منها والأرض. وما بتشتغلوا ايه؟ كنتوا فين قبل كده؟ في فرقة فنون شعبية. نعم.
كنا بنشتغل رقصات. رقصات؟ أنعم وأكرم. طب تفضلوا. مرسي قوي. يا عودي يا عز. تفضلوا معنا. طب ما تشخط شي. يسلم. يلا يا عز. رقصات عز. اللي بعدهم. ١٣ جنيه. طب مش ممكن تزودهم شوية؟ مش ممكن أبدا. لا يبقى بلاش. استني. هات يا عم هات. متشكرين قوي. العافية يا فندم. صفاء. نعم. هي عملتوا ايه؟ ابدا مفيش. ايوه بس ده حسابكم كتير قوي. اتفضلي يا مدام دلوقتي ان شاء الله هنسدد لك الباقي. ربنا يفتحها في وشكم يا بنتي. على فكره يا عز في جواب عشانك. عشاني انا؟ منين؟ من عمر. عزة وحشتيني وحشتيني موت. وحشتني ابتسامتك رقتك حنانك. بصراحة كل حاجة فيكي وحشتني. ابتسامتك بتؤكد لي الأمل في النصر. النصر اللي هنتوج بيه حبنا. حبنا الكبير. حبنا لمصر. عزة مش قلقان عليكي ليه المرة دي؟ على العموم أنا كلمت ماما عنك. وشرحت لها كل ظروفك. فرحت ورحبت قوي بجوازنا. هتزورك الخميس الجاي تتعرف بيكي وتاخدك معاها الفيوم. انا متاكد انك هتحبيها وهي هتحبك بس مش اكتر مني. والى اللقاء امام المأذون. حبيبك للابد عمر. سمير منصور من قوات الخاصة. أهلا وسهلا. تفضل. لا مفيش داعي. حضرتك زميل عمر؟ أيوة يا فندم. وإزايه؟ هينزل أجازة إمتى؟ النقيب عمر كان موصيني لو حصل له اي حاجه اوصل دي لسيادتك. هات
3 ايام جات لنا اوامر بمهاجمه موقع للعدو. النقيب عمرو صمم ان هو اللي يقود الهجوم، ومع اخر ضوء خرج هو اللي معاه وركبوا الطياره واتجهوا للهدف. أنيسة عزة مش كده؟ أنا والدة عمرو. إيه؟ مش تقولي اتفضلي يا بنتي ولا هفضل واقفة كده؟ يا بنتي اذا كنت اتاخرت عليكي شويه انتي عارفه بقى المشوار قد ايه. تمام، زي ما وصفك عمرو ليا، جمال وكمال. ما تقدرش تتصوري هو كتب لي عنك قد ايه. انا شاعره ان احنا هنحب بعض قوي. هو ما قالكيش هيرجع اجازته امتى؟ الله وحشني قوي. الاجازه اللي فاتت قضاها كلها هنا، ما جانيش في يوم ولا يوم واحد.
ربنا يرجعه بالسلامة. الله، في الإيه يا بنتي؟ شايفاك مش مبسوطة، في حاجة مضايقاكي؟ تعبانة؟ اوعى تكوني مكسوفة مني، ولا يمكن عمرو زعلك في حاجة؟ قولي لي يا بنتي، ده انا زي والدتك تمام. لكن مش معقول عمري يزعلك، ده ابني وانا عارفاه كويس، قلبه طيب وحنين وبيحبك قوي، لدرجه انه بعت لي مخصوص عشان اول ما يرجع الاجازه نكتب كتابكو على طول. نفسي افرح بيه قبل ما اموت. كفايه. في ايه؟ انا قلت حاجه غلط يا بنتي؟ ظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. والله انا كنت اتمنى ان احنا نكون اصدقاء، لكن معلش نتقابل في ظرف افضل من كده ان شاء الله. عن اذنك يا بنتي. يجيب الدواء ان شاء الله بكره، لكن الدكتور قال مهم قوي يجي النهارده. ايوه عارفه، بس طب هات الرشيد، انا هبعت عبده يصرف. ميرسي قوي يا مدام. مش عارفه يا مدام، انا لقيتها بتصرخ كده. عند هنا يا دكتور؟
ما فيش داعي، الحرارة كويسة. طب قومي يا بنتي روحي شغل اللحم متتأخري. والنبي يا مدام تاخدي بالك مني. ما تحمليش هم، أنا هفضل جنبها. على مع السلامة. ربنا يوفقك يا بنتي. لا ده انا همسك الخشب. وشك منور النهارده ولا بدر البدور. انا نازله يا عزه، مش عايزه حاجه. هو الشغل في المستشفى كل يوم بالليل. اصل ورديه الليل فيها فلوس كتير ومش عارفه بقى. ربنا يقويك يا صفاء. انا مش تعبني يا مدام غير العيانين، عماله اتنقل لهم السترس ده السترس. المهم اوعي تنسي تاخدي الدواء، مفهوم؟ مش عايزه حاجه. سلام. باي باي. مع السلامه. بنت حلال، اللي ما يعرفكوش يقول عليكم اخوات اكتر. مش عارفه ارد جميله ازاي. ايه وانا همك بكره تشتغلي وتبقى عامله عاد. على فكره يا عز، ما قلتيش لسه فقط تشوف لي معاها شغلانه في المستشفى. الحقيقه ما دام انا فكرت في كده. بس ايه يا شيخه، قومي وصلي لها ومشي رجلك شويه. مين عارف انت ربنا يسهلها لك وتلاقي شغل. عندك حق. لو سمحت الأنسة صفاء الجلالي. قلت أنا مثلا. طيب. سعيد يا فندم. الأنسة صفاء الجلالي لو سمحت. صفاء جلالي مريضة في أنهي قسم؟ لا أنا مش مريضة، دي بتشتغل هنا ممرضة. ممرضة؟ صفاء جلال مفيش هنا ممرضة بالاسم ده. إزاي؟ المدام قالت لي. قصدي أنا عارفة إنها بتشتغل هنا في ورديت بالليل. مفيش يا ستي حد بالاسم ده، أنا متأكدة. غريبة. يظهر إني فهمت غلط. متشكرة. ويا ترى استطعتي تاخدي الدواء ولا لا؟ الحقيقه لا. ده كلام يا عزه، مش الدكتور قايل لك تفتكري دايما تاخديه؟ اصلي نسيتي. نسيتي؟ لا يا عزه، مش مفروض ابدا دايما تنسي كده. صفاء. ايوه يا عزه. عامله ايه في المستشفى؟ اهي ماشيه. والعيانين لسه تعبينك؟ طلباتهم كتير قوي، ما بلحقش اخد نفسي منهم. اما نمره 8 ده بقى راجل عجوز قد جدي وعامل زي العيل الصغير، واللي اتاخرت عليه في طلب يقعد يزعل من فضله. اما المدير فده بقى حكايه حكايه. المهم بقى تاخدي الدواء. صفاء انا رحت سالت عليكي النهارده في المستشفى. ريحيني قولي لي بتروحي فين؟ بتجيبي فلوس دي منين؟ حاسه. اهلا سعيدة يا عم. وبعدين بقى خلينا صغيرين الصبح ولا زمان.
على فين؟ انا عايزه صفاء جلال. لسه داخله دلوقتي. بعد ما تغيري هدومك يا قود بيه مستنيكي، واعملي حسابك على سارة صباحي تاني. الله، جرى ايه؟ ما دام الراجل بيدفع متاخر عليه ليه بقى؟ ايوه، ما هو كله بتمنه. تعجبيني، ما تتاخريش يا حلوه. باي. ليه عملتي كده يا صفاء؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مشيت وراكي، حبيت اعرف المستشفى اللي بتشتغلي فيها والعيانين اللي تعبينك والمدير اللي حكايته حكايه. انت باي حق تعملي كده؟ باي حق تجسسي عليا؟ انا حر اعمل اللي انا عايزاه. واسمك وسمعتك وشرفك ما فكرتيش فيهم؟ والاكل والنومه والدواء والدكاتره، كنت عايزه انا اجيب ده كله منين؟ انت كنت بتموتي من ايديا، كنت عايزه اعمل لك ايه يعني؟ يا ريتك سبتيني اموت، يا ريتني مت ولا شفتكيش بالشكل ده. يلا يا صفاء يا قود بيه. طيب طيب طيب، قول له انا جاي حالا.
مين الأمورة دي يا صفاء؟ طب ما تعرفينا بيها. دي صاحبتي عزة. آه يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. إزيك يا أمورة؟ بقى برضو داي صح يا صافي تخبي عننا الحاجات الحلوة دي؟ ابعد عنها يا خليل، دي مش من لونك. وماله كله يتلون. بقول لك ابعد عنها، لا اعمل لك فضيحة هديك في 60 دهية. بس هدي اللعب امال. خلاص على كيفي، انا مش مستعجل، لكن يوم ما تتزنقي يا حلوة خل تحت امرك. باي باي. ما تلومينيش يا عزة، كل حاجة في الدنيا وليها تمن، حتى الهوى اللي بنتنفسه، وكان لازم واحدة مننا تدفع التمن. مساء النور يا قدي. مساء النور والجمال على عيوني. فزي يا بت من دخليها، القمر وصل. لا يا اختي وحاكم بقى. يلا يا اختي خليها تشبع بيه. اتفضل يا جميل، انا افتح للمحل كله الليل. ياهو هتلحس هتجنن. سلامتك يا معلم. انا ادع رجل في الدنيا. اد احنا هنشوف احنا بنقول ادع رجل. انت زعلت يا يويو، ده انت سيد الرجالة كلهم. اهو كده في صحة الحلوين. في صحتك يا يويو. عزة عزة. نعم يا مدام. تعال تعال قومي تعال، ما اوريك حاجة. حاضر. تعال بصي، في دكتور طالب ممرضة متمرنة. ايه رأيك؟ يا مدام ده انا بقالي 3 أشهر كل ما اروح شغلانه الاقي حد اخدها. يا بنتي يا حبيبتي جربي وروحي المره دي كمان، العنوان اهو. جرب. اهم حاجه عندي المواعيد، لازم تكوني دايما في العياده في المواعيد المظبوطه وتنظمي لي مواعيد المرضى. حاضر يا دكتور. اتفضلي دلوقتي وابعتي لي اول مريض. مدام عبد السلام اتفضلي. لسه كتير يا مدموزيل؟ لا حالا، اتفضل استريح. الو. ايوه حاضر، يوم الثلاثة الساعة 5. ازيك يا عبد؟ الحمد لله. مدام. ايوه يا عبد. انا تعزة وصل. عزة. نعم. صفاء يا بنتي من البلح خرجت لحد دلوقتي لسه مرجعش. انا خايفه اكون جرى لها حاجه، حاولت اتصل بيها في المستشفى ما عرفتش، والنبي لازم تصلي تشوفيها. حاضر يا رب اجعلها خير يا رب. والنبي لازم تصلي. حاضر. عيش عزة، في تليفون علشان. الو. انا عزة. اسم العجوزة ايه؟ صفاء. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت يا شويش. نعم. الانسة صفاء جلال ممكن ازورها؟ انسة؟ لا يا ستي، زيارات ممنوعة السعادة. أرجوك أشوفها بس. تشوفيها بتاع إيه؟ أختها؟ أمها؟ من بقية قرايبها؟ لا، بس أنا صاحبتها. صاحبتها؟ أنا مؤكرم. يا بنت أنت خافي على نفسك. اتلم في ديك الساعة أحسن تحصليها. الله، مش تقولي بس يا عملت إيه؟ لا والله تعملوها وتخيلوا. صاحبتك يا أختي القبض عليها في صالح الأعمال. في بيت كلش إن كان. صفاء. ايوه صفاء، صفاء جلال الشهيره بصافي. ولو انت عاوزه تشوفيها يبقى بكره هم مرحلين على النيابه. يلا منك لها، يلا اركبوا، يلا مال.
عزة، انت ايه اللي جابك هنا؟ ليه يا صفاء؟ ليه كده؟ ممنوع الكلام يا ست، ابعدي من هنا. صفاء يلا اركبي. ما تحمليش هم يا عز، مكتوب علينا. ليه يا صفاء؟ انا ماليش في الدنيا غيرك. ما تتعبيش نفسك ورايا يا عز، المهم انت خلي بالك من نفسك. يلا ما بلاش لك اطلع. انا لا يمكن هسيبك ابدا، انا هشوف لك محامي، احسن محامي في البلد. دعارة مقرونة بفعل علني فاضح وتحريض على الفسق والفجور. ما شاء الله ما شاء الله، او كده الشغل والا فلا. وقضية زي دي مصاريفها كتير يا استاذ عبد المتجلي. افندي احمد عوض عبد المتجلي 25 سنة وكيل محامي، افهم في كل حاجة من المخالفات الى الجنايات. المصاريف كم يا استاذ؟ خدي عندك يا ستي رسوم في حدود تقريبا، والدمغات كذلك، وجايز نحتاج للكفالة ولو ان النيابة هتعترض، واتعاب الاستاذ في حدود كله 50 جنيه. 50 جنيه؟ ده غير الاكرامية بتاعتي انا، لسه ما كلمناش فيها. بس مش شايف ان 50 جنيه كتيرة شوية يا استاذ عبد المتجلي؟ دي دعارة يا هانم، فعل علني فاضح ومقرون كمان بالتحريض على الفسق والفجور. وتقولي 50 جنيه كتير؟ طيب ممكن اقسطهم؟ نعم 5 جنيه كل شهر. بتقول ايه؟ نخليهم 10. شوف يا ست انتي، تسلميني 50 جنيه على القفلة انا والاستاذ تحت امرك، يخسوا تعريفة يخسوا ملين؟ لا، مفهوم؟ طيب افوت عليك بكرة يا استاذ، لاني في الحقيقه ما كنتش عامله حسابي. والله اللي تشوفيه. طيب متشكر، وما تنسيش الاكراميه بتاعتي. نعم، بس ستك سايبه لي عاده من الصبح وجايه لي الظهريه تقول لي عاوزه 50 جنيه، ده كلام؟ يا دكتور انا عندي ظروف. ده مكان عملك يا بنتي، اكل عيشك، انت بالطريقه دي مش هتنفعي. انا محتاجه لهم قوي يا دكتور. منين؟ انت بقالك اسبوع بتشتغلي. ارجوك دي زلفة وانا هرجعها من مرتبها. انا اسف قوي يا عزة، احنا لسه في اولها والطريقة دي ما تنفعنيش. اتفضلي. ارجوك يا دكتور. انا اسف. متشكرة. انا في عزة. لو سمحت. شوف يا بنت، البنسيون هنا لسه معاك، ومادام الحكايه وصلت للاقسام وللبوليس فانا بقول يعني تشوفوا لكم مكان تاني احسن. طب ممكن يا مادام استنى لبكره؟ اسفه يا بنتي. عبدو نزل الشنطه. أي لا، عايزة ثابت البنسيون. لا لا يا ابني، قلت لك لا، ما اعرفش راحت فين. وانا تحت امرك، انا زي اخوك بالظبط. اشربي عشان الكلام يحلى. ما اشربش. على راحتك، احنا هنا ما نخصبش على حد ابدا. في صحتك. ايه كنت هتقولي يا ستي؟ الحقيقه انا محتاجه مبلغ صغير. من عناية؟ 50 جنيه من حساب صفاء. صفاء؟ صفاء ملهاش حاجه عندي. ملهاش؟ ايه ايه مالك؟ لا ابدا ولا حاجه. والمبلغ ده محتاجاه ضروري قوي. طب ونروح بعيد ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي مدام صفاء مش موجودة تبقى عزة. يعني يعني ايه؟ شوفي يا عزة، انا راجل بيزنس بتاع شغل، ما اشتريش الا بضاعة حضرة. انا اسف قوي اني جيت لك. تعالي هنا. تروح فين يا بنت الحلال؟ انت هتتعبي قوي هنا، ما يجيش الا اللي نسدد في وش كل الابواب.
لكن انا بقى بابي مفتوح لك. انت اتجننت؟ انا اشتغل في كباريه؟ كباريه؟ هو احنا في كباريه ده مالها ليلي؟ زيه زي اي مكان تاني، في النظيف وفي الوسخ، وعلى قد ما تدي يا بنت الحلال على قد ما هتاخدي، وادي الفلوس ايه تحت امرك. لكن ده انا عمري ما وحياة المنكر ده، ولا انا وشرفك، انا عمري ما فكرت اشتغل الشغلانة المهببة دي، لكن الدنيا غدارة وهي غدرت بيكي زي ما غدرت بيا. ها قلت ايه؟ الفلوس ايه تحت امرك، خديها وحل مشكلتك. يلا يا عمو. السفارة عزيزة؟ اتقل يا بيه، هتيجي لحد عندك برجليها. مت بوصلة اللعب، امال ما تستعجلش يا حلو. لا 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 لا، هد اللعب امال، احنا جايبين الناس هنا عشان تنبسط، مش نقلبها لهم غم. احنا اتفقنا نعمل نمرتي واروح على طول، لكن ما اتفقناش على كده. وهو حد طلب منك حاجة يا بنت الحلال؟ شوف يا عزة، لم نفسك وفوقي قوي، مش قد الشغلانة دي بلاش منها، بس رجعي لي فلوس الأول. إيه؟ الخمسين جنيه يا أختي. منين؟ خلاص، يبقى تنزلي الصالة ورجلك فوق رقبتك، فاهمة؟ الأستاذ بيقول لك عاوزين 150 جنيه كمان. لكن ده كتير قوي يا استاذ عبد المتجلي. والله ما على الرسول الا البلاغ، تجيب الفلوس احنا تحت امرك، ما تجيبيش الاستاذ مش هيحضر الجلسه. 150 جنيه كده مره واحده؟ ما كانش ينعز يا اموره. دول مش عشاني، دول عشان صفاء، علشان ما تخشش السجن. والله العين بصيره والايد قصيره. لكن دي مسؤوله منك. ليه؟ كنت خلفتها ونسيتها؟
لا، كانت بتشتغل عندك؟ كانت. طب احسبهم علي، انا لازم ادفع فلوسي بكره، لازم انقذ صفاء. شوفي يا عزه، انت بنت حلال وانا بحبك زي اختي طبعا. تعالي ورايا وانت تكسبي. على فين؟ مش عاوزه فلوس؟ ارجوك. خلاص تعالي معايا. هم دول اللي معاهم الفلوس، دول اللي معاهم فلوس البلد كلها، دول اللي معاهم كل اللي انت عاوزاه، مستعدين يدفعوا من جنيه لألف. اسماعيل القلع تاجر خردة وكل حديد البلد عنده، عبده بيه تاجر خيش، بيصرف كل ليلة هنا اكتر من 200 جنيه. سيد علي مدير جمعية تعاونية، وتلاقيه بيتفق على بيعة فراخ لحسابه. وانت وشطارتك، وزي ما قلنا قبل كده يا بنت الحلال، على قد ما تدي على قد ما هتاخدي. عاوزة 150 جنيه، 150 ألف جنيه يقود بيه تحت أمرك. بس انت كمان يا حلوة لازم تكوني تحت أمرك. يلا يا قطة، ما تضيعيش الفرصة من ايديك. يلا يا حلو. يا مرحب يا مرحب، ايه النور ده؟ يا ارض احفظي ما عليكي. يا اهلا يا اهلا. مفيش حاجة تغلى عليك يا معلم، عزة تحت امرك. واحنا خدامين الحلوية. خلي البار ينزل الشمبانيا اللي عنده كلها. امرك يا معلم. السهرة الليلادي للصبح، احسبك يا جود بيا اكبر تاجر في البلد، عتاجر في كل حاجة، اني بتاع كله. تاني دايب قوي يا سنيورة، في صحتك. ده احلى الليلادي صباحي. الله قديش ليا على براحتك، أنا مش مستعجل، أنا عاوز رضاكي وبس. اشرب يا جميل اشرب. مية خمسة وعشرين، مية وثلاثين، مية خمسة وثلاثين، مية واربعين، مية خمسة واربعين، مية وخمسين. أهو كده، أهو كده الشغل وإلا فلا. دلوقتي بقى تقدري تطمني وتحطي ببطنك بطيخه صيفي براءة بإذن الله. يا رب. الأستاذ هيحضر الجلسة بكرة؟ طبعا الأستاذ هيكون من النجمة في المحكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة صفاء محمد جلال بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. دلوقتي بقى تقدري تطمني وتحطي ببطنك بطيخه صيفي براءة بإذن الله. الأستاذ هيكون من النجمة في المحكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة صفاء محمد جلال بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. جري يا عز، احنا الليلة فسحة ولا ايه؟ يلا يلا قومي غيري هدومك، ياود بيه مستنيكي على نار في الصالة، ومحفظته عمرانة بنكنوت من اللي قلبك يحبه. يلا. أنا مش هنزل الصالة. بتقولي إيه؟ أنا مش هنزل الصالة أبداً. أنا ماشية من هنا. نعم؟ إيه بقى النغمة الجديدة دي يا ست هانم؟ إحنا هنفتري عن نعمة ولا إيه؟ ما كنا بعقلنا يا بنت الناس، إيه اللي جرى؟ صافي اتحكم عليها ب3 سنين سجن. هي اللي جابته لنفسها. وعايزني أنا كمان أبقى كده. الله 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 الله. هد اللعب مال، لازمته ايه الكلام ده بقى؟ انت اقذر مخلوق شفته في حياتي. جرايه يا بنت انت، انت هتبجح فيا ولا ايه؟ اوعى. وسخ وسخ. ده انا اللي عملتك بني ادمه، كنت جايه لنا جعانه مش لاقيه لقمه تاكليها، دلوقتي صوتك عالي عليا؟ ده لولا انا كان زمانك مرميه وسط كلاب الحواري، مد ايدك وبتشحتي.
يا ريتني كنت مديت ايدي وشحت، ولا كنتش بقيت كده. انتوا كلكم مسخين، قلوبكم ماتت، ضميركم مات، وانا لا يمكن اقعد معاكم. انا راجع تاني للسويس، راجع تاني هناك، راجع اتدفن مع امي وابويا. وصل الآن قطار السويس رقم 14 على رصيف رقم 1. نفس المكان اللي شفتك فيه اخر مره. تعالي يا حبيبتي تعالي. وفضلت في الاسر شهرين لحد ما قدرت اعرف. واول لما رجعت سالت عليكي في كل حته. في البانسيون قالوا لي انك سبتيه، وفي المسرح مدام نعيمه قالت لي انك ما بقيتيش معاهم. قلبت عليكي مصر في حالها لغاية لما اتحققت المعجزة ولقيتك هنا. ما تتصوريش مدى سعادتي قد ايه. هنعوض كل اللي فات من عمرنا. من بكره هنسافر الفيوم عند والدتي، هعمل لك حفلة خطوبة ما حصلتش. عمر. ايوه حبيبتي، عايزة تقولي ايه؟ ما تتصورش الأيام اللي فاتت مرت عليا ازاي. عارف يا حبيبتي عارف. أنت لازم تعذبتي كتير أوي يا عزة. لكن خلاص من هنا ورايح أيامنا هتبقى كلها سعادة. عايز دايما اشوف ابتسامتك الحلوه. عمرو ارجوك. ايه يا عزه في ايه؟ عزه انا عارف اني غبت عنك كتير وافتكرتيني. عزه انت حبيتي حد تاني؟ عمري ما حبيت ولا بحب ولا هحب غيرك. وانا بعبدك. يبقى خلاص اتحكي بقى. انا هروح اكلم والدتي في الفيوم، حاولها اننا هنكون عندها بكره. عمر عمر. ايوه بكلم في المحطه. ارجوك لازم ماما سمع. عارفه يا بنتي مين في المحطه؟ انت متعرفش ما بقيت. ايوه عزه انا ما اقدرش اسافر معاك. كتير اللي لقيتها يا ماما. انا ما استاهلش حب. السعاده اللي انا فيها. لازم الاول تعرف كل حاجه. لازم تعرف عزه بقت ايه. لا وبعدين تقرر اللي هتعمله. لا يا ماما مفيش داعي تيجي. سيب التليفون. لا لا احنا هنيجي بتاكسي. سيب التليفون واسمعني شويه. ايوه ايوه. طيب طبعا اذنك بقى يا ماما. ايوه عزه كنت بتقولي حاجه؟ في ايه يا عزه؟ ولا حاجة. طب يلا بينا. عمر انا مش هقدر اسافر الفيوم. ليه؟ عشان ما عنديش هدوم مناسبة. بقى هي دي المشكلة؟ هجيب لك هدوم، هجيب لك الدنيا بحالها. اهلا يا سي عمرو. ازيك يا عم صالح؟ اهلا سعادة البيه. اهلا. الست فين؟ ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. مستنية سعادتك فوق. طب هات لنا الشنط. حاضر يا فندم. ماما ماما عمر. ماما عمر الحمد لله بالسلامة. أهلا يا ماما. وحشتيني أوي. أنت اللي وحشتني. معلش يا ماما أنت عارفة الشغل المرة دي أوي. أقدم لك عزة عز الدين خطيبتي. ماما أهلا وسهلا يا بنتي. صباح الخير يا هاني. هاني ايه؟ تعالي يا عزه تعالي يا حبيبتي. اهلا اهلا.
انت من هنا ورايحة تقولي لي يا ماما. ها مش قلت لك ان احنا هنتقابل في ظروف احسن؟ ماما حكيت لي عزة على اللي حصل يوم ما جت تزورك في البنسيون. انا اسفة قوي على اللي حصل يوميها. بالعكس يا بنتي انا اللي اسفة. انا لما عرفت بعد كده قدرت شعورك ساعتها. دلوقتي انت هتفضلوا كده هو واقفين على السلم تاسفوا لبعض؟ يلا يلا انا عايز اخد دش. انا تعالى تعالى اوري لك اوضتك يا حبيبتي. على فكره يا عمرو ده احنا معرضين لغزو كبير قوي. غزو؟ كل المعارف والقرايب لما عرفوا انك جايب عزه هنا قالوا لازم نشوف عروسه عمرو، فعزمتهم كلهم الليله علشان تتعرفي عليهم يا عزه. طب يلا بينا ندرس الخطه سوا استعدادا للغزو. جميلة. اتفضل. ويا ترى عروسة عمرو حلوة زي ما بيقولوا؟ ادي انتوا هتشوفوها بنفسكم. هي اتأخرت ليه؟ انتوا عارفين بقى دلع البنات. عن اذنك اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. وبعدين الموقف بالظبط زي ما حكيت لكم. وبعدين يا عمرو بعد كده بقى تعالى اتفضل. هي عايزه اتاخرت ليه؟ مش عارف هطلع استعجل. تعالي يا عزة تعالي يا حبيبتي. اسمحوا لي اقدم لكم الانسة عزة عز الدين خطيبة ابني عمرو. متشكرة متشكرة. يلا يا ولاد فرفشوا وانبسطوا. يلا يلا. تصوريش انا الذي سعيدة بي يا عزة. بس يا عمر انا خايفة قوي. خايفة من ايه؟ كل الناس عمالة تبص لي حاسة زي ما اكون في امتحان. ونجحت فيه بامتياز مع مرتبة الشرف. ثم انت همك ايه من الناس؟ مش كفاني بحبك؟ حلو قوي خطيبة عمر. محدش قال حاجة. بس العيلة بردك فيها بنات حلوين. على فكرة بيقولوا انك بتشتغل رقاصة. استغفر الله العظيم. انت مش ملاحظ ان مراد بيه ما جاش الحفل الليلة؟ 100% هو مش موافق على الجواز. اقدم لك خطيبتي عزه. عمي له مراد. اهلا وسهلا. بقى انت عزه؟ ايوه. سيبنا لوحدنا شويه. تمام يا فندم. على اذنك يا عزه. ما انا راجع لك على طول. سيبنا شويه. حاضر. تعال انا عايزك. اني سيادتك نشفت دمي لمدة ربع ساعة. انا؟ ايوه. ازاي؟ يوم عمرو جالك في المكتب عشان يستأذنك ان احنا نتجوز. انت كنت معاه؟ ده انا قعدت مستنيه في التاكسي ربع ساعة. يبقى احمد ربنا اني ما شفتكيش يوميها. ليه؟ لانه كنت هرفض رفض بات انه يتجوزك. كنت هترفض؟ طبعا. لانه كنت هخطفك منه واتجوزك انا.
طب عامر هنعمل فيه ايه؟ هي دي المشكلة. اسمعي، تعالى ما اعرفك ببقية العيلة. موافق على الجوازه دي؟ ها؟ تعالي بقى نستريح شويه لحسن انا تعبت قوي. انا متشكره قوي يا فندم. على ايه؟ انا عارفه اللي خرجت بيه قدام مضوي. ليه؟ عشان تثبت لهم انك موافق على الجوازه. انت ذكيه قوي يا عزه. ده بجانب انك جميله قوي. دي شهاده اعتز بيها قوي يا فندم. تعرفي يا فندم، انا ما وافقتش الا لما تاكدت ان حب عمرو ليكي كبير قوي. بس يا ترى انت بتحبيه زي ما بيحبك؟ شوفي يا عزه، انا كل اللي يهمني الاخلاق. احنا عيله محافظه، وعمرو اختارك، وانا واثق انه لما يختار هيختار البنت الشريفة الطاهرة، وانا شايف قدامي انسانة فيها كل الصفات دي. ياود بيه مستنيكي على نار في الصالة ومحفظته عمرانة بنكنود من اللي قلبك يحب. انا مش هنزل الصالة. هد اللعب مار، لازمته ايه الكلام ده بقى؟ انت اقصى مخلوق شفته في حياتي. ده لولا انا كان زمانك مرميه وسط كلاب الحواري. ما تدهيني فوقك حد. اتفضل. ايه انت لسه ما نمتيش يا عزه؟ اصلي مش جايلي نوم. طب ممكن اقعد ادردش معاكي شويه؟ اتفضلي. تشكرا. متشكرة يا بنتي. والله يا عزة أنا مش عارفة أبتدي إزاي، لكن في حاجات في قلبي ولازم أصرحك بيها. شوفي يا بنتي، كل إنسان معرض للخطأ، لكن العيب إنه يتمادى في خطأه وما يعترفش بيه. يا هانم أرجوكي خلينا أكمل كلامي. أنا بعد المقابلة الجافة اللي قابلتيني بيها في البنسيون خرجت من عندك وأنا مصممة إنك يستحيل تكوني زوجة لابني. سامحيني، سامحيني يا بنتي. كل أم بتفضل لابنها بنت من العيلة، لها مركزها ومكانتها في المجتمع. وأنا معرفش عنك أي حاجة غير اللي حكاهولي عمرو، وحكم المحب غير حكم الأم اللي كل همها إنها تسعد ابنها بزوجة تشرفه وتشرف الأسرة. فكل اللي أرجوه منك يا بنتي إنك تقدري المسؤولية والاسم اللي هتحمليه، وأنا واثقة إنك هتشرفينا كلنا. ألف مبروك وربنا يسعدكم. تصبحي على خير. تصبحي على خير. انا كمان مش قادر انام، عايز اعيش في السعاده دي طول عمري. وحشاني يا عزه، وحشاني قوي. حاسس اني عمري ما هشبع منك ابدا.
هنفضل مع بعض على طول، عمري ما هسيبك ابدا، هنعيش اجمل ايام عمرنا، هنملاها حب وضحك وسعاده. كفايه كفايه يا عمرو، كفايه. مالك يا عزه؟ في ايه؟ انا مش عزه اللي كنت تعرفها، انا حاولت قبل كده، حاولت قبل كده اصرحك بالحقيقه، لكن شجاعتي اللي خانتني. كان نفسي ما اصحاش من الحلم الجميل اللي عشته معاك، كان نفسي اعيش معاك طول عمري. لكن مش انا، مش انا اللي احمل اسمك ولا اسم عيلتك. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا عزه؟ لازم تعرف كل حاجه. انت بعد ما سبتني الدنيا غدرت بيا، اتقفلت كل الابواب في وشي، اتمرمطت كتير قوي عشان اقدر اعيش. قصدك ايه يا عزه؟ انت فاهم قصدي كويس. حاولت اهرب من الماضي، لكن ههرب من نفسي ازاي؟ انا ما ينفعكش يا عمرو، انت انبل انسان قابلته في حياتي، طيب وحنين وعظيم، انت الانسان الوحيد اللي حبيته، وعشان كده لازم اكتفي من حياتك، لازم اكتفي بالحياه كلها. عمري ما حبيتني ولا بحبك ولا حبك. شوفي يا عزه، انا كل اللي يهمني الاخلاق، احنا عيله محافظه، وعمرو اختارك، وانا واثق انه لما يختار هيختار البنت الشريفه الطاهره. سامحيني سامحيني يا بنتي، كل ام بتفضل لابنها بنت من العيله، لها مركزها ومكانتها. صدقيني انا محتاج لك، انا بحبك يا عزه، بحبك. حسبي يا عزه. كان لازم اشوفك عشان افتكرك. ويا ترى دلوقتي ارضى حضرتك؟ عمري عمري ما هنساكي.